احمد حسن انجلش كافيه. في ناس كتير مننا بيقابلهم مشاكل وما بيقروا الانجليش، او لما بييجوا ينطقوا انجليش او يتكلموا انجليش يبقوا مش عارفين الاساسيات اللي تخليهم يقدروا ينطقوا الحروف بشكل مظبوط او يقروا الانجليش بشكل صحيح. وده اللي انا بحاول اقدمه النهارده، ان انا بحاول اعرفكم الاساسيات اللي اي حد لو مشي عليها هيقدر يقرا الانجليش بشكل مظبوط وهيقدر ينطق الكلمات الانجليش بشكل صحيح، وده هيكون اساسي وهيساعده بعد كده انه يبقى فلوينت في الانجليش ان شاء الله. لو عجبكم الفيديوهات اللي انا بقدمها يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتي على اليوتيوب، كذلك تدوسوا على علامه الجرس علشان خاطر تقدروا تتابعوا كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. اتكلمنا المره اللي فاتت عن حرف A وازاي ننطق حرف الA سواء جه لوحده في الكلمه او جه معاه حروف باولز تانية. النهارده هنتكلم عن حرف مهم جدا وبيختلف في النطق او بيضايقنا في النطق بتاعه في الكلمات الانجليش كلنا بشكل، يعني كلنا بنتضايق من نطق الحرف ده. فهنتكلم النهارده عن الحرف ده وازاي ننطقه بشكل مظبوط. الحرف ده هو حرف اي. ازاي ننطق حرف الاي؟ فبالنسبه لحرف الاي في البدايه هنتكلم عن الصوت بتاعه. صوت حرف الاي هو اي مش اي ولا ا. حرف الاي صوته اي. فمثلا كلمه زي كلمه انجلاند ما ينفعش اقولها انجلاند، اسمها انجلاند. لا ينفع انطقها انجلاند ولا ينفع انطقها انجلاند، لكن النطق بتاعها انجلاند انجلاند انجلاند. كذلك كلمه زي كلمه انجلش ما ينفعش اقول انجلش ولا ينفع اقول انجلش، لكن اقول انجلش انجلش انجلش. ده بالنسبه لنطق حرف الاي في اول الكلام. طيب لما يقابلني كلمه وفي نص الكلام او ثاني حرف فيها حرف اي زي كلمه مدى، ايه ده اسمها مدى؟ اسمها مدى، هي ما اسمهاش ميتال، اسمها مدى. وهنتكلم عن نطق حرف التي في فيديوهات تانية ان شاء الله، تابعوني وهنزل كل الاصوات بتاعه الحروف وهساعد، وده هيساعدنا ان شاء الله في ان احنا نقرا كل الحروف بشكل مظبوط. فنرجع لكلامنا النهارده عن حرف الاي، فالكلمه دي ما اسمهاش ميتال، ما ينفعش اقول ميتال ولا ينفع اقول ميتال، لكن اقول ميتال ميتال ميتال. ده بالنسبه لحرف الاي في نص الكلام. طيب ممكن انطق حرف الاي باشكال تانيه لو جه معاه حروف تانيه زي حرف الاي. فمثلا لما يجي الاي الاي بعديه اي فاقولهم اي، الصوت في الحاله دي هيبقى اي، ما ينفعش اقول اي ولا اي. فمثلا كلمه زي كلمه ايت، كلمه ايت حرف الاي جه بعديه حرف اي، ففي النطق ده هنطق واقول ايت، ما ينفعش اقول ايت ولا ات، لكن النطق بتاعها هيبقى ايت. كذلك برضو لو جت حرف الاي وحرف الاي مع بعض بس جم في اخر الكلمه زي كلمه تي، ففي الحاله دي مش هقول تي ولا تي، لكن هقول تي تي. فنطق حرف الاي مع حرف الاي ما اختلفش قوي سواء جم في اول الكلام او في اخر الكلام، لكن الصوت هو هو اي. كذلك برضو لو جه حرف الاي بعديه اي ثانيه فبقوا دبل اي ورا بعض، في الحاله دي هنطقه برضو اي زي كلمة تري تري، كلمة فري كلمة ثري. في الحالة دي مش هقول تري ولا ترا ولا تري، لكن هقول تري فري ثري بالشكل ده. طيب لو جه بقى حرف الاي في اخر الكلمة، وفي الحالة دي غالبا ما بيجيش لوحده، بيجي فيه فاولز تانية معايا زي حرف الاي او حرف اي. ففي الحاله دي زي كلمه مثلا لما اقول لايك او اقول ليك او فيك، في كلمه فيك جه حرف الاي قبليه فاول اللي هو حرف الاي، ففي الحاله دي ما نطقتوش، والحرف اللي قبليه اللي هو الكونسونانت الساكن سكنته، يعني خليته واقف زي حطيت عليه سكون كده في اللغه العربيه بتاعتنا، فقلت فيك فيك، ما نطقتش الاي وسكنت الحرف الكونسوننت اللي قبلها. كذلك برضو كلمه زي كلمه لايك، كلمه رايد، في الحاله دي انا برضو سكنت الحرف اللي قبل الاي وما نطقتش الاي خالص. بس كده، دي كل الحاجات اللي احنا ممكن ننطق فيها حرف الاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتي وتدوس على علامه الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد حسن انجلش كافيه، سلام.